أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من ساعة حرة، تطورات متسارعة أمنيا وسياسيا، هجومان يتبناهما تنظيم داعش في طهران، الحرس الثوري الإيراني يتهم الرياض وواشنطن، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول قبل قليل إن من يدعم الإرهاب يعرض نفسه ليكون من ضحاياه. في الأزمة الخليجية، جهود أمير الكويت مستمرة متنقلا بين عواصم الأزمة أو مدن الأزمة في محاولة لدرء المخاطر. ورئيس ترامب يعرض أيضا في اتصال مع أمير قطر وساطة أو يقترح اجتماعا في البيت الأبيض لأطراف الأزمة. هل الأمور كلها مترابطة بعضها بالبعض الآخر؟ وإلى أين تتجه المنطقة في الفترة القريبة المقبلة؟ ملفات عدة نناقشها اليوم مع ضيوف هذه الحلقة من ساعة حرة، وأرحب بهم من لندن الكاتب والباحث في الشؤون الإيرانية حميد جول شريفي، ومن جدة أستاذ المساعد في جامعة الفيصل خالد باطرفي، ومن واشنطن كبير الباحثين في معهد أمريكا الانتربرايز ماثيو ماكينيس. وفي النصف الثاني ينضم إلينا من اسطنبول الباحث المتخصص في الشؤون التركية سعيد الحاج للحديث أيضا عن أمر لافت في تركيا اليوم، حيث أقر البرلمان التركي مشروع قرار يتيح إنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر وإرسال آلاف الجنود إليها. أبدأ معك سيد حميد قل شريفي من لندن، طهران كيف تقرأ رسميا وفق ما تبعت هذين الهجومين؟ هما الأولان اللذان يتبناهما تنظيم داعش في إيران، المرشد الأعلى قلل من أهميتهما قائلا أنه لن يكون هناك تأثير، ولكن تصريحات الحرس الثوري كانت لافتة بتوجيه أصابع الاتهام إلى الرياض وواشنطن. هل هو اتهام سياسي أم إجراء أم تنفيذي أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النقطة التي أريد أن أؤكد عليها بأن تنظيم داعش كان لديه نشاطات كثيرة في داخل إيران. يعني في السنة الماضية حسب تقرير وزارة الاستخبارات كانت هناك إلقاء القبض على 35 خلية من الإرهابيين المتوالين لداعش، وكذلك في سنتين قبل ذلك تقول الاستخبارات الإيرانية أكثر من 45 خلية للإرهابيين كشفتهم وكذلك ألقيت القبض عليهم. ما حدث اليوم هو اختراق، ونعلم بأن كان يختلف تماما عن العمليات السابقة لداعش في البلدان الأخرى، وهي تستهدف مكانين مهمين بالنسبة لإيران. ولكن في العمليات الأخرى التي نشاهدها من داعش كانت تذهب إلى أماكن وجود مكثف للجمهور، وكانت تضرب أو تفجر الانتحاريين في داخل صفوف المدنيين. هذا يختلف تماما عن العمليات السابقة. والنقطة المختلفة كذلك بأن الذين كانوا ارتكبوا هذه العملية كانوا يتحدثون بلغة عربية، التي هذه اللغة العربية لم تكن أي لهجة من الدول العربية في داخل المنطقة. والآن اكتشف بأن هؤلاء هم إيرانيين، ولكن لم يكن هناك توضيح بأن إلى أي من الجاليات الإيرانية ينتسبون هؤلاء. ولكن نعم، أحد بالنسبة المهاجمين كان يقول لن نرحل، وما يعني هذه العبارة؟ هل يمكن أن تشير إلى يعني الإيرانيين من عرب الأحواز ربما الذين يعني بدأت يعني عمليا مثل هذه التحركات في يعني كيف تقرأ إيران مثل هذه التحركات إن تبين أنهم من تلك المنطقة؟ يعني هذه اللهجة حتى لم تكن اللهجة للأخوة في خوزستان، يعني يقول نحن باقون ولم يقول إننا باقون. يعني حتى كان هناك من الناحية المكالمة العربية كذلك فيها النقص، وبحسب القراءة بأنهم متعلمين للغة العربية ولم يكونون يتحدثون بهذه اللغة، وحتى قبل ذلك كانوا يتحدثون بلغة فارسية وكذلك لغة تركية. يعني هناك التقرير النهائي يقول بأن التقرير الرسمي بأن هؤلاء هم إيرانيين، يعني هذه نقطة واضحة بأن
الأطراف الذين نفذوا هذا الهجوم هم إيرانيين، ولكن كانوا على عمليات أو نشاطات مجتمعة مع داعش. هذه النقطة الواضحة. أما بالنسبة للتقرير الرسمي، يعني هناك قراءة رسمية من السيد روحاني لما تحدث اليوم عن هذا الحالة الإرهابية، قال الإرهاب يجب عليه الوقوف في مواجهة الإرهاب، ويجب على الجميع وجميع الدول اتخاذ موقف مشترك تجاه العملية الإرهابية. ولكن الحرس الثوري الذي واجه هذا العملية الإرهابية في المكانين وجه التهم إلى الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. يعني هناك قراءة رسمية بأن الولايات المتحدة ودول حليفة لها صنعت داعش في المنطقة، ونعلم بأن من بعد وجود واحتلال العراق بدأت ظاهرة الإرهاب في المنطقة، ومن بعد سقوط قذافي في ليبيا بدأت ظاهرة الإرهاب في تلك المنطقة. يعني هذا شيء واضح بالنسبة للإيرانيين بأن الحركات الإرهابية التي ظهرت في المنطقة هي أساس أو صنيعة أو آثار الهجوم أو الاحتلال الأمريكي لدول المنطقة. ثمة فرق سيد حميد قلشريش، الحديث عن أنها صنيعة أم أنها السياسات مثلا أدت إلى ظهور هذه الجماعات؟ بعض الجهات الإيرانية يعتقدون بأنها صنيعة، وينتسبون لهذه الحديث إلى حديث هيلاري كلينتون وزير الخارجية السابقة، وحتى ترامب في الانتخابات الأمريكية قال بأن حكومة أوباما هي التي أسست داعش. ولكن على ما يبدو بأن هي من آثار الاحتلال للعراق وكذلك العمليات العسكرية في داخل أفغانستان. طيب. وعلى أي حال هناك دعم مالي مباشر لهذه الجماعات، والآن اكتشفت في الاختلافات التي ظهرت بين السعودية وحلفائها مع قطر بأن هناك جهات عربية تمول الجهات الإرهابية في داخل هذا الملف العراق وسوريا. دعني أخذ رأي السيد ماثيو ماكنس في واشنطن كبير الباحثين في معهد أمريكان إنتربرايز. الرئيس ترامب يقول قبل قليل كما أشرنا إلى أن من يدعمون الإرهاب عليهم أن يتوقعوا أن يكونوا من ضحاياه. طبعا هذا الخطاب موجه لإيران تعليقا على الهجومين في طهران، ولكن واشنطن في الوقت ذاته أدانت هذين الهجومين واعتبرتهما هجومين إرهابيين. في تقديرك كيف ستكون المقاربة هنا مع دخول داعش على خط إيران وتنفيذ أولى عملياته هناك؟ كيف ستتعامل واشنطن مع هذا التطور؟ أعتقد أنه كان مناسبا أن الحكومة تدين الهجوم اليوم في طهران. من الواضح أن هذه هي هجمات شنيعة. في نفس الوقت إيران وأنشطتها في المنطقة في العقود الماضية غذت الانقسام الطائفي والنزاع الطائفي الذي نراه. القاعدة وداعش نمت نتيجة لهذا النزاع الطائفي، واستغلت أنشطة إيران لتعزيز عمليات التجنيد الخاصة بها، وبالتالي هذه أمور تتغذى على بعضها البعض. هذه مشكلة. في نفس الوقت نعرف أن إيران تلوم الولايات المتحدة والسعودية ودول عربية أخرى على تلومها لنمو داعش. وأعتقد بالتأكيد السياسات الأمريكية خاصة الإدارات السابقة لم تتطرق لموضوع داعش كما ينبغي. وفي نفس الوقت الولايات المتحدة بالتأكيد لا تمول داعش أو القاعدة. هذا بالتأكيد ليس من سياسات الولايات المتحدة ولا من أفعالها، ولكن إيران بالطبع تريد أن تلوم الآخرين على مشاكلها هي. وفي إيران أو إيران عليها أن تدرك أنها تواجه هذا التهديد الإرهابي وأنها مستهدفة من جانب المتشددين. وأعتقد أن هذا لن يغير السياسة الأمريكية في المنطقة كثيرا، وهذا لن يأخذ إيران في اتجاه مخالف، ولكن ربما قد يغير هذا الهجوم من توجهاتها نحو التعامل مع داعش في سوريا.
نعم سيد خالد بطرفي أستاذ المساعد في جامعة الفيصل في جدة، أهلا بك مجددا. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أيضا قال إن السعودية تدين الإرهاب أينما كان وأينما حصل، وقال أن لا دليل ردا على اتهامات الحرس الثوري أن لا دليل على وجود سعوديين في هذا الهجوم وأنهم قاموا بهذا الهجوم. ما رؤيتك لهذا التطور؟ يعني لطالما قيل وسمعنا سابقا من خصوم إيران في المنطقة الذين يتهمونها بدعم داعش أو أنها سهلت لداعش وتستخدمها أن التفجيرات تحصل في كل مكان إلا إيران. الآن ما قولكم؟ أولا تعازينا لأسر الضحايا. الإرهاب إرهاب في أي مكان، ونحن لا نتمنى لأي دولة في العالم أن تمر بما مررنا به من مرارات ومن عذابات الإرهاب وآثاره. الشيء الثاني، أنا حقيقة لفت نظري في هذه القضية السرعة الفائقة التي تواجدت بها القنوات الفضائية والمصورين في موقع الحدث. الشيء الثاني، السرعة الفائقة التي تبنت بها داعش مسؤوليتها، بالعادة تأخذ وقت أطول من ذلك. والثالث، السرعة الفائقة التي تمكن الحرس الثوري قبل حتى أن يتفق مع الحكومة على رواية واحدة لما حدث، وقبل أن تبدأ التحقيقات باتهام السعودية. يعني هذا أمر غريب. الأمر الغريب الآخر أن هذه المنطقة في غاية التحصين، يعني محاطة بقاعدة جوية بقيادة القوات البرية، بقيادة الجيش، بقيادة الحرس الثوري، بقاعدة الحرس الثوري، بمنزل أو مركز الذي مكتب الإمام علي خامئني. كل هذه الجهات تحيط إحاطة وثيقة ودقيقة بالمنطقة، فكيف تمكن هؤلاء من الوصول إلى هذا المكان؟ هناك أسئلة كثيرة يعني يثيرها المعارضون وكثير من المعلقين في إيران قبل أن أثيرها بشأن هذه الحادثة، وهل لها علاقة بالرد على أمثال الذين يقولون بعلاقة إيران بالإرهاب وبالقاعدة وبداعش وهذا هو الرد عليها، أم أنه له علاقة بالمشهد الداخلي في إيران؟ لأن هناك تجاذب الآن بين الحكومة التي تمثل أغلبية الشعب الإيراني الذي يريد أن يخرج من هذه المناطق المشتعلة وأن يركز على تنمية إيران وعلى دفاع عن إيران نفسها، وأولئك المتشددين الذي يرون أنه لا بد من التدخل في هذه الجهات دفاعا عن إيران ضد الإرهاب. ويأتي هذا قبل أن بعد أن تولى روحاني الرئاسة، وقبل أن يبدأ عمليا في تنفيذ سياساته الجديدة التي قد تخالف رأي المتشددين. هناك أسئلة كثيرة يعني تشير إلى أن الأمر قد يكون مختلقا، وليس هذا أمر غريبا. يعني جامع العسكري في بغداد اتضح للإف بي آي فيما بعد أن التفجير تم من إيران، وهو جامع شيعي في بغداد، والهدف هو نفسه، وأن يبرر السياسات الإيرانية والتدخل الإيراني في العراق. تقصد مرقد الإمامين يعني السامراء حينما تم تفجيرهما واندلعت صح التعبير الحرب الطائفية؟ نعم. طيب سيد حميد قول شريفي، هل لديك إجابات عن هذه الأسئلة؟ يعني الإرهاب كما نعلم عملية إرهابية، هناك ضحايا يذهبون، ولا أعتقد بأن هناك أي جهة رسمية تريد أن تخلق هكذا عمليات. ولكن يجب أن نكون واضحين، متى بدأت ظاهرة الإرهاب في المنطقة؟ يعني هل نحن نغض الأنظار عن ما فعلته الولايات المتحدة في المنطقة؟ هل الولايات المتحدة بريئة عن مما يحدث في المنطقة؟ سياسات الولايات المتحدة هي التي زرعت بؤر الإرهاب في داخل المنطقة. معارضة الولايات المتحدة والدول الحليفة لها مع بعض الحكومات في داخل المنطقة، عدم رضاهم بالنسبة لبعض الحكومات في داخل المنطقة، زعزعت القضية، وهناك هذا التنافس متواجد. يجب هناك أن يكون نعم، ولكن الرد سيد شريفي على النقطة المتعلقة باحتمال أن يكون هذا العمل هو عمل داخلي، إما تصفية حسابات إما لدرء التهم عن أن إيران
تغطي يعني حينما كان يقال أن داعش لتضرب إيران، فتقوم أجهزة استخبارية ما لمصالح ما بتنفيذ هذا الهجوم، يعني هذا ما استشفيناه من حديث السيد بطرفي، أو أن ثمة متطرفين إيرانيين لديهم احتجاجات ما وأرادوا فتح هذه المعركة مع النظام الإيراني؟ ردك على هذه يعني الكوت. النقطة الواضحة من بعد بدء العملية هناك اتصال مباشر مع قسم الإعلامي لداعش، وداعش هي تنشر الصور لأحد مكاتب النواب في داخل البرلمان الذي قتل هناك اثنين من العاملين في مكتب أحد النواب. وكذلك نعلم بأن يوميا هناك مراجعات كثيرة للنواب لكي يتحدثوا عن مشاكلهم في داخل المناطق التي يعيشون فيها، وهناك مراجعات مكثفة. وأستطيع أن أقول بأن الحديث بأن هناك اختلق هذا القضية من جانب بعض الجهات الأمنية لن يكون حقيقيا، وفي الأيام المقبلة سيتضح من هو وراء هذه الأحداث ومن هم المسؤولين. ولكن في نهاية المطاف مسألة الإرهاب في داخل المنطقة تأتي من العمليات والسياسات الأمريكية من الإدارات الأمريكية جورج بوش وأوباما في داخل المنطقة، ومن بعدها الحلفاء في داخل المنطقة الذين ذهبوا بأموالهم وأسلحتهم ليدعموا جماعات معارضة لحكومات في داخل المنطقة، وهذا هو الذي نراه الآن. وكذلك نعلم بأن هناك تنافس متواجد منذ بعيد بين طهران ورياض. إن لم يكن هناك أي تواصل بين هذا العاصمتين، أعتقد بأن هذه الحالات الإرهابية ستبقى. وكذلك الحديث طيب نقطة مهمة دعنا نناقشها بعد الفاصل لو سمحت السيد جول شريف، يعني مسألة احتمال التواصل بين طهران والرياض وفي ظل أزمة مستعرة بين دول الخليج ذاتها، نتابع مشاهدينا بعد هذا الفاصل. ننشرها بدو يدزونا ويساعدونا، بدينا احنا نوصل بمكان 30 عائلة صرنا 100 صرنا 200 كل عائلة مشروع خاص يصير لهم دخل خاص لهم. علموني على الحفافة وعلى رسمة الحاجب على المساج، يعني صارنا أسبوع نتدرب. ضوء بيننا الجمعة في الأوقات التالية عبر قناة الحرة. هن كيفية التعامل على المستوى الإنساني مع قضية الأيزيديات؟ حجزني لمدة سنتين، يعني من بعد ما فيصل أخذني وبعدين فهد اشتراني كسبية. يا ريت لو متنا لو قتلونا أحسن مما أنه يعرضونا لهذا الموقف. إذا لماذا ليست هناك ثورة ضد داعش؟ هن السبت في الأوقات التالية عبر قناة الحرة. لما اول يوم رمضان ديت بتبقى حاجه كويسه، وانت يجي الفطار بسرعه عشان نقعد مع بعض نتلم على ترابيزه واحده. ايه اللي بيفرحك في رمضان؟ ان انا بصوم وبصلي. فاجواء رمضان بتبقى اجواء اساسا روحانيه فيها عاليه جدا. بحس ان الناس ممكن اكون ما بشوفهاش من سنه للسنه، او في ناس ما بتتجمعش من السنه للسنه بتتجمع في الوقت ده. رمضان في نبض الشارع السبت في الاوقات التاليه عبر قناه الحره. يرتد عن التنظيم ذو حظ عظيم، يعني أنا من صارت الردة عنهم فجروا بيتي. شهادات لمنشقين عن داعش، الخروج من الجحيم قريبا على قناة الحرة. نتابع مشاهدينا هذه الحلقة من ساحة حرة. سيد ماثيو ماكنس في واشنطن، هل ترى أن دخول داعش على خط التفجيرات في إيران قد يسهم في تقريب ما بين السعودية وإيران تحت شعار مكافحة الإرهاب؟ أه
أعتقد أن داعش كانت تنتظر لفترة من الوقت لإطلاق حملة رئيسية ضد إيران، وكانت تقوم ببناء قدراتها، وبصراحة السبب أنها انتظرت طوال هذا الوقت كان سؤالا هاما بالنسبة لخبراء مكافحة الإرهاب، هل هي مسألة قدرة أو نية، وأنهم قصدوا الانتظار لاختبار قدرات إيران. لقد شكل هذا اختراقا بالنسبة لداعش أن تتمكن من استهداف إيران بعد ذكرى وفاة آية الله الخميني وحملة رمضان التي تقوم بها داعش عالميا. من الواضح أن هناك مصادفة خلال هذه الجهود المحمومة من جانب السعودية ومحاولة التصدي لإيران والعمل مع الولايات المتحدة وآخرين من أجل شن حملة مضادة لإيران يجري التسريع بها حاليا. إذن هذا السؤال سؤال كبير بالنسبة لمسألة التوقيت، ولا أريد أن أبالغ في قراءته. كانت داعش تنتظر لفترة وأخيرا تمكنت من عمل شيء، وهذا يتطلب الكثير من التخطيط لعمل شيء في هذه المواقع الإيرانية الهامة، وبالتالي أعتقد أن هذا سيسرع المنافسة أو الصراع ما بين السعودية وإيران. كيف تقرأ إيران هذا، وهل الهجوم كان برعاية السعودية؟ لا أعتقد أن السعودية كانت وراء الهجوم. وهل بناء على نتائج ما ستتوصل إليه إيران سيتم تحديد ما إذا كنا سنشهد تصعيدا للنزاع أو لنقل الصراع على النفوذ بين إيران والسعودية، أم ربما إذا ما اكتشفت إيران أن تنظيم داعش فعلا هو من قام بهذا الهجوم فإنها قد تسعى إلى فتح خطوط تواصل، أو أنها قد تعمل للتواصل مع السعودية لمحاربة الإرهاب؟ أعتقد أن هناك دائما أمل بأن يكون هناك درجة من تخفيف التصعيد من جانب الطرفين والعثور على سياسات أفضل تجاه بعضهم البعض، والإقرار بأن السعودية وإيران تواجهان تهديدا إرهابيا كبيرا. في نفس الوقت إيران لا تزال ترعى مجموعات تعمل بالوكالة عنها مثل حزب الله، والسعودية أيضا تواجه تحديات في أوقات تدعم فيها مجموعات أو تمول مجموعات. التمويل قد يأتي من أفراد أو من هيئات أو من دول مختلفة في شبه الجزيرة العربية، وأحيانا هذه الأموال تذهب إلى مجموعات تدعم أو تمارس الإرهاب. إذن هناك تحديات تواجه الطرفين، ولكن إيران تقوم بمجهود كبير ضمن سياسة الدولة لرعاية هذه المجموعات التي تعمل عنها بالوكالة. إذن هناك تحدي أكبر من منظور السياسة الأمريكية يجب التطرق إليه، وهناك تحديات بالنسبة لكل الأطراف أو الطرفين هنا. سيد خالد بطرفي في جدة، ما وجهة نظرك حيال احتمال تقارب سعودي إيراني تحت شعار مكافحة داعش مع دخول داعش على خط إيران، إذا اقتنعت السعودية أن داعش هو من نفذ هذا الهجوم في إيران، وإذا اقتنعت إيران أن داعش هو من نفذ هذا الهجوم ومن دون دعم سعودي؟ داعش نشأ في دول تهيمن عليها إيران، في سوريا، في العراق، وترعرع ووصل إلى أبواب بغداد. فإذا من المسؤول عن داعش؟ حتى لو لم تكن هناك علاقة مباشرة، فإن المسؤول هو فشل السياسة الإيرانية والإدارة الإيرانية في مواجهة هذا الخطر واقتلاعه، وأصبح الآن يشكل خطرا على العالم كله وليس فقط على دول المنطقة. فإذا كانت إيران جادة في هذا الأمر، فعليها أن تقطع
علاقاتها بالمنظمات الإرهابية في المنطقة كافة، سواء كانت سنية أو شيعية. يعني الحشد الشعبي قام بمجازر ضد السنة في الموصل وهو برعاية إيرانية، حزب الله يقوم بمجازر كل يوم في سوريا، فالمسألة لا ينظر إليها على أنها يعني مشكلة واحدة، يجب أن ننظر إلى الإرهاب كمشكلة كاملة ومتعددة الأطراف، وهذه الأطراف كلها يجب أن تقطع من مموليها ومن رعاتها الرسميين في طهران. احتمال التواصل إذن بين إيران والسعودية غير مطروح قبل تحقيق مثل هذه الشروط، وهي شروط مطروحة على قطر، سنناقشها أيضا في الجزء الثاني من هذه الحلقة، لكن عمليا لا ترى أفقا لتقارب سعودي إيراني حاليا. أنا أعتقد أن السعودية، أنا آمل وأتمنى أن يكون هناك تقارب بين الأشقاء، ولكن أعتقد أن السعودية ستنظر إلى أفعال إيران وليس أقوالها. فإذا بدأت إيران بإبداء حسن النية بإيقاف دعم للحوثيين مثلا الذين يطلقون الصواريخ على العاصمة الرياض وعلى عاصمة المسلمين مكة المكرمة وعلى المدن السعودية الآمنة، فسيكون هناك إمكانية لحوار على الأقل. ولكن طالما أنها مستمرة في هذا الدعم وتدعو للحوار من أجل الحوار ومن أجل شرعنة ما تقوم به وتبرئة نفسها من هذه العمليات ومن هذا الإرهاب، فلا أعتقد أن هناك فرصة على الإطلاق. نعم سيد حميد غول شريفي في لندن، أريد ردك على الموضوع مثلا السياسات الإيرانية، أن داعش نشأت في مناطق نفوذ إيراني، وأن الحشد الشعبي الذي هو يعني الحكومة العراقية تقول أنه جزء من منظومة أمنية لمواجهة داعش وتحرير المدن العراقية، لكن ثمة قوى في السعودية تقول أنه يرتكب مجازر ضد السنة في العراق، وقد استمعت إلى هذا الرأي قبل قليل من دكتور بطرفي، ما تعليقك على هذا الكلام؟ أولا كما قلت داعش هي ظهرت من بعد الاحتلال الأمريكي، ونعلم بأن لما كان الرئيس الوزراء مالكي في الحكم وتقدمت داعش على موصل لم تتخذ إدارة أوباما أي موقف أو أي هجوم على داعش، وكانت تطالب برحيل المالكي قبل أخذ أي موقف هجومي ضد داعش، لا ننسى هذه الواقعة التاريخية. وكذلك نعلم بأن الحشد الشعبي الذي أسس على فتوى من آية الله السيستاني أتى من بعد، هناك كانت تصرفات وتقدم لداعش في موصل وأكثر من منطقة في العراق، والعراق طالبت من إيران وكذلك الحكومة إقليم كردستان طالبت من إيران إرسال مستشاريها إلى العراق، ونعلم بأن حكومة إقليم كردستان التي هي حكومة كردية سنية تقول بأن من أول ما جاء ووقف تجاه عدم تقدم داعش هي كانت إيران، وكذلك الحكومة العراقية قالت بأن إيران هي التي كانت سدت تقدم داعش، إذ لم تكن إيران والحشد الشعبي في مواجهة داعش. الآن يجب أن نرى داعش في داخل الكويت وفي داخل المملكة العربية السعودية، يعني هذا الشيء واضح. وكذلك هذه الاتهامات التي تتوجه على إيران بأنها تتعاون مع الحوثيين، يجب أن نرى من هو الذي يقصف الموانع التحتية لليمن، من هو الذي يريد أن يفرض سياسته في داخل اليمن، ونعلم بأن هناك شعب لا يريد الهيمنة السعودية على مجالات السياسة في داخل اليمن، هذا المتواجد في داخل سوريا، هذا متواجد في داخل العراق التي المملكة العربية السعودية تريد أن تقول أنا سيدكم. وكذلك حتى في الفئة الأخوية للدول الخليج مجلس التعاون نرى بأن هناك اختلاف بين قطر والسعودية حول السياسات، ونرى كيف تتفرد السعودية مع حلفائها لطرد قطر من الحلف، هذا يعطي صورة بأن المملكة العربية السعودية فقط تريد أن تكون هناك سياساتها جارية وتنفذ سياساتها في داخل المنطقة. طيب نفتح هذا الملف بعد الفاصل. لا لإيران ولا لأي حكومة في داخل المنطقة. الأزمة الخليجية والجهود المبذولة في شأن حلها، هل تنجح في تغيير الأمور أو تخفيف التصعيد بين هذه الدول؟ تابعونا بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذا العرض الإخباري. عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حل الأزمة الدبلوماسية بين قطر وعدد من الدول العربية وعلى رأسها السعودية باستضافة قادة هذه الدول في البيت الأبيض. وقال البيت الأبيض إن ترامب أبلغ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال هاتفي بضرورة أن تتعاون جميع دول المنطقة لوقف تمويل الإرهاب وانتشار الفكر المتطرف. وشدد ترامب على أهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي والشراكة القوية مع الولايات المتحدة لهزم الإرهاب. وافق البرلمان التركي على نشر قوات تركية في القاعدة العسكرية التركية في قطر في مؤشر على دعمها من دون أن يحدد عدد الجنود أو موعد إرسالهم. ويجري أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح محادثات في الدوحة التي وصلها مساء اليوم، وذلك بعد أن أنهى منذ ساعات محادثات في دبي في إطار الوساطة لحل الخلاف بين قطر والدول الخليجية. اتهم الحرس الثوري الإيراني السعودية بالوقوف وراء هجمات طهران التي أدت إلى مقتل 12 شخصا وإصابة حوالي 43، فيما رفض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الاتهامات قائلا إنه لا يوجد دليل على أن متطرفين سعوديين مسؤولون عنها. وكان تنظيم داعش قد تبنى هجمات نفذها مسلحون وانتحاريون على مجلس الشورى الإيراني ومرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني. وهدد التنظيم بشن المزيد من الهجمات ضد إيران متواعدا بشكل خاص الشيعة. من جهته أكد الرئيس الإيراني أن هذه الهجمات ستزيد بلاده تصميما على محاربة الإرهاب داعيا إلى وحدة عالمية ضده. وأعلنت الشرطة أن منفذي الهجمات يتحدرون من مناطق إيرانية عدة، مشيرة إلى أنهم إن خمسة منهم بل إنها اعتقلت خمسة مشتبها بهم. أحرزت قوات سوريا الديمقراطية تقدما داخل أحياء مدينة الرقة، وذلك غداة إعلانها بدء معركة السيطرة على المدينة وطرد مسلحي داعش منها. من جانبه أكد المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي بريت ماكورك أن عملية تحرير الرقة تتسارع وتيرتها، وأن خسارة التنظيم للرقة ستشكل نقطة حاسمة في هزيمته. إلى اللقاء. تابع مشاهدينا هذه الحلقة من ساعة حرة. سيد خالد بطرفي في جدة، مسألة الأزمة مع قطر وجهود أمير الكويت، هل في تقديرك سينجح في تغيير مسار الأمور التي تبدو متصاعدة، وتبدو السعودية أنها متمسكة مع الإمارات بشروط أساسية للرجوع عن الإجراءات ضد قطر؟ هل ترى أجواء متفائلة أم متشائمة في ظل جهود أمير الكويت؟ أنا دائما أتفائل بجهود أمير الكويت، فهو يعني رجل حكيم وعاقل وله مكانة ومحبة عند الجميع، فإذا لم يستطع هو فمن يستطيع؟ الشيء الثاني الذي أنا متفائل به أن الإجراءات التي اتخذت والموقف الجماعي الخليجي العربي وحتى من بعض الدول الإسلامية لا شك أنه مؤثر، وسيضع قطر أمام خيارين: إما أن تستمر في دعم هذه الجماعات والتعاون مع إيران وغيرها، أو أن تعود إلى يعني الصف الخليجي والعربي. وأعتقد أن الخيار الأوضح لأي عاقل حكيم هو الخيار الثاني، فلذلك أنا متفائل بنجاح هذه الوساطات. ولكن كما تعلم مثل نعم، لكن الكويت يعني لم تتخذ إجراءات مماثلة، سلطنة عمان لديها علاقات يعني مع إيران واتصالات لم تتخذ بشأنها أي إجراءات سابقة، حتى أن دولا من يعني مثلا الإمارات لديها مثلا علاقات تجارية مهمة مع إيران رغم أزمة الجزر الثلاث أيضا. هل تبدو الأمور يعني ما ردك على القول أن السعودية أرادت بهذه الخطوة أن تخضع قطر لسياساتها في المنطقة؟
الدول التي ذكرت وحتى السعودية لها علاقات تجارية مع إيران، وكانت السعودية وهذه الدول لها علاقات دبلوماسية وسياسية يعني جيدة مع إيران. الذي حدث أن إيران صعدت من تدخلها في شؤون دول المنطقة وفي دعمها للعمليات الإرهابية والفتن الطائفية. إيران تدعم مثلا الإرهابيين في القطيف، تدعمهم في البحرين، تدعمهم في 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 كل في حتى في الكويت اكتشفت 4 خلايا مدمرة لحزب الله. فالمطلوب هو العنوان الرئيسي والشرط الوحيد هو كف الأذى سواء من إيران أو من قطر، لا ليس مطلوبا أكثر من ذلك، لا هيمنة ولا تدخل. الجميع يعمل ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي، ولكل دولة لها صوت ولها دور، فمن أين تكون الهيمنة؟ ولكن أن تكون حليفي وفي نفس الوقت متحالف مع عدوي ومع خصومي، أعتقد أن هذا أمر لا تقبل به أي دولة. تطور آخر في هذا السياق من تركيا، حيث وافق البرلمان التركي على مشروع قرار لإرسال قوات تركية إلى قطر ضمن قاعدة عسكرية. ورحب من هناك من اسطنبول بالباحث المتخصص في الشؤون التركية سعيد الحاج، أهلا بك إلى ساعة حرة. قبل أن نتحدث إليك أيضا معنا اتصال مع مراسل الحرة في اسطنبول علام صبيحات ليطلعنا على آخر التطورات في عقب إقرار مشروع القانون هذا. علام. نعم حسين، هذا المشروع مهم جدا، أولا من حيث التوقيت، توقيت مناقشة مشروع القرار مهم جدا، حيث أنه لم يكن مدرجا على جدول أعمال المجلس البرلمان اليوم، وكانت كلمات النواب من المعارضة التركية تحديدا تتحدث صراحة بشكل مركز عن هذا الموضوع، موضوع توقيت طرح هذا الموضوع من حزب العدالة والتنمية الذي تم طرحه بشكل استثنائي على جلسات المجلس وتم إقراره اليوم، بمعنى أن المعارضة التركية تقول أنه كان من الممكن أن يناقش هذا الموضوع في يعني لاحقا أو في أوقات سابقة، بمعنى أن هناك رسائل سياسية أرادتها أنقرة تحديدا حزب العدالة والتنمية الحاكم والحكومة التركية، أرادت إرسالها أولا إلى قطر أنها تقف إلى جانبها في هذه الأزمة مع دول الخليج والدول العربية والإسلامية من جهة، ومن جهة أخرى إلى الدول التي قاطعت قطر وقطعت علاقاتها الدبلوماسية معها، بأن تركيا مصرة على المضي قدما في تطوير علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، خاصة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد تحدث صراحة يوم أمس وقال إن تركيا ماضية قدما في تطوير وتحسين علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع قطر، وأن تركيا مستمرة في دور لعب الوساطة. هذه المصادقة اليوم حسين في البرلمان جاءت بناء على اتفاق بروتوكول القاعدة العسكرية التركية في قطر، والذي يعود تاريخه إلى العام 2001، ويستند أيضا إلى اتفاقية تعاون أمني وقع في العام 2015 أواخر العام 2015 بين الجانبين، وبالتالي هو موضوع قديم وليس حديث، وتم طرحه على البرلمان اليوم بشكل استثنائي من أجل مناقشته وتم إقراره. القانون يهدف بحسب السلطات التركية إلى تحديث المؤسسات العسكرية القطرية وتنويع التعاون في مجال التدريب والتعليم العسكري ودعم تطوير القدرات والإمكانيات الدفاعية للقوات المسلحة القطرية. نتحدث هنا عن القدرات والإمكانيات الدفاعية للقوات المسلحة التركية عبر التعليم والتدريب والقيام بالمناورات. التركيز في هذه الاتفاقية بين الجانبين هو على التدريب والتطوير والتعليم المتبادل بين الجانبين، ولكن ستقوم تركيا بناء عليها بإرسال قوات محدودة، عدد محدود من الجنود الأتراك إلى قاعدة عسكرية موجودة في الدوحة. بشكل عام بالمختصر هي رسالة سياسية أرادت منها أنقرة، يعني أرادت إيصالها أنقرة أولا إلى قطر وثانيا إلى يعني الجهة الأخرى أو الطرف الآخر الذي يقطع علاقاته مع قطر في الفترة الحالية. علام صبيحات مراسل الحرة في اسطنبول، شكرا جزيلا لك. سيد سعيد الحاج، تركيا تريثت في الأيام الأولى واتخذت أو اعتمدت خطابا أقرب إلى الدعوة للحوار والمصالحة وما إلى ذلك، هل اليوم يمكن القول أن تركيا أعلنت انحيازها إلى قطر في هذه الأزمة؟ يا
يعني لا شك أن حسابات تركيا معقدة نوعا ما ودقيقة، دعني أقول في هذه الأزمة. هي لها علاقات متميزة واستراتيجية جدا مع قطر، تماثل في المواقف من عدد من القضايا الإقليمية. أكثر من ذلك، ما هو مأخوذ على قطر الآن ومتهمة به قطر من علاقات مع الإسلام السياسي، علاقات مع المقاومة الفلسطينية وما إلى ذلك، ربما أيضا توجه بطريقة أو بأخرى لاحقا إلى تركيا. وبالتالي أعتقد في ذهن صانع القرار التركي أنه لا يريد أن يسلم قطر تماما، لأنه قد يكون هو التالي. بالتالي هناك علاقة مميزة مع قطر، لكن أيضا علاقة تركيا مع الدول الخليجية الأخرى، تحديدا المملكة العربية السعودية، ليست سيئة، بل علاقات جيدة وتحرص عليها تركيا بشكل كبير جدا. ولذلك أعتقد في الساعات الأولى كان الموقف التركي متوازنا نوعا ما، كان يريد أن يقول لن نسلم قطر، لن نتركها تختنق تماما. وبالتالي أرسلت بعض طائرات الشحن لترسل بعض أو لتسلم بعض المواد الغذائية، في رسالة سياسية واقتصادية واضحة جدا، لكن أيضا لم تتخذ موقفا منحازا حتى لا تغضب المملكة العربية السعودية، ومن ناحية أخرى حتى تبقي على فرصها كدولة رئيسية دورية لمنظمة التعاون الإسلامي أن تقوم بوساطة ما بطريقة أو بأخرى. التطورات اللاحقة، وأعتقد زيارة أمير الكويت إلى عدد من الدول الخليجية، واتضح وكأن نتائجها الأولى سلبية نوعا ما، وقراءة تركيا للمشهد بطريقة أو بأخرى أنه يمكن أن تتدحرج الأحداث بطريقة أو بأخرى لما لا تحمد عقباه إنجاز التعبير، أعتقد أنه سرع هذا القرار. كما ذكر مراسلكم قبل قليل، هذه الاتفاقية، اتفاقية التعاون العسكري بين بلدين، وقعت في نهايات 2014 وأقرها البرلمان في آذار مارس 2015. كان يفترض أن تطور هذه الاتفاقية بطريقة أو بأخرى وعرضت على البرلمان. تسريع تركيا الآن لهذه موضوع القرار اليوم الحقيقة هو رسالة سياسية واضحة جدا، صحيح أنه لن تكون لها آثار مباشرة ميدانية وعسكرية لوجستية. القاعدة التركية العسكرية في قطر ما زالت في طور البناء، عدد القوات التركية هناك يعد بالمئات، مستشارين فقط لإدارة الأمر هناك وللتدريب وللتعاون في التنسيق، ولكن الرسالة السياسية واضحة جدا أن قطر ليست لوحدها، وأن تركيا ضمنيا لن تسمح بأن تكسر قطر أو أن تركع بطريقة أو بأخرى. وبالتالي هذا التوجه هل على الحل يشكل، تحاول تركيا منذ الساعات الأولى من خلال اتصالات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يلعب فيها دورا، هذا التوجه هل يمكن أن يضع تركيا في مجال، يعني يمكن القول أنها التالية ربما كما ذكرت قبل قليل، إن فهمت هذه الرسالة في السعودية وفي الإمارات مثلا على أنها تبن للموقف القطري تماما في السياسات وفي دعم التوجهات مع دعم الإخوان، دعم حماس وما إلى ذلك، هل يمكن أن يشكل ذلك إنذارا لتركيا أيضا تنذر نفسها عمليا بهذا التوجه؟ يعني أنا أعتقد أن تركيا متفقة في كثير من ملفات السياسة الخارجية مع قطر. هي لا تعتبر الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، هم كما هو معروف تيار سياسي مدني موجود في عدد من الدول الخليجية أيضا بالمناسبة، ومن ضمنها الكويت وغيرها. أيضا المقاومة الفلسطينية لا تعمل إلا في الداخل الفلسطيني، مقاومة احتلال كما هو مشروع دولي، وبالتالي لا تنظر له على أنه منظمة إرهابية. لكن واضح في ظل الاستفاضات وحالة الاستقطاب الموجودة حاليا أن تركيا تنظر إلى الأمر لأنه قد يمسها لاحقا، فضلا عن أنه يمس حليف بالنسبة لها. يعني العلاقات التركية القطرية استراتيجية اقتصاديا وسياسيا وحتى عسكريا في الآونة الأخيرة، وقطر وقفت مع تركيا وقفة مختلفة جدا مثلا عن دول خليجية أخرى في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز يوليو الماضي. وبالتالي هناك علاقة متميزة حتى على المستوى الشخصي بين الأمير تميم والرئيس التركي أردوغان هنا. يعني وكأن تركيا شعرت أنها تحتاج أن ترسل رسالة ما، صحيح أنها لم تصطف، لم تؤثر في الميدان، لم تقدم على حركة انحيازية واضحة جدا تغضب المملكة العربية السعودية، لكن أرادت أن تعطي إشارات أنها لن تسمح على الأقل بأن تحاصر قطر وتخنق تماما. وأعتقد أن ذلك سيفيد على الأقل جهود الدبلوماسية لهذه الأزمة. نستكمل هذه الحلقة وهذا الحوار ونستمع إلى ضيوفنا في واشنطن ولندن وجدة واسطنبول في مداخلات أخيرة بعد هذا الفاصل. العالم من حولنا محاصر بقضايا وملفات ساخنة تطفو على السطح أحيانا وتتعقد أحيانا أخرى، نلاحقها، نضعها أمامكم، نثير الحوار فيها وندير دفة الآراء حولها. الصورة كاملة معي سيد يوسف في تقرير خاص. تشاهدون غدا
تصدع البيت الخليجي ما أثمانه الاقتصادية ومضاعفاته السياسية. من القاهرة فقراء في انتظار فرح رمضان وصباح تسأل لماذا يبخل عليها الشهر الكريم. بعد الغياب النجم أحمد عبد العزيز يكشف لليوم كواليس قضاة عظماء. برنامج اليوم غدا الرابعة مساء بتوقيت غرينتش عبر قناة الحرة. الجزء الأخير من ساعة حرة. سيد ماثيو ماكنس في واشنطن. الرئيس ترامب أمس كانت له تغريدات فهمت على أنها تأييد للإجراءات السعودية الإماراتية المصرية البحرينية بحق قطر، لكنه اليوم بعد ما أثيرت هذه الضجة أيضا اتصل بالأمير أمير قطر وقال أن واشنطن حريصة على وحدة الصف الخليجي على استقرار الخليج، وعرض اجتماعا في البيت الأبيض لأطراف الأزمة لحل هذا النزاع. هل رؤية رئيس ترامب، لنقل رؤية واشنطن، السياسة الأمريكية واضحة؟ لأن ثمة في المنطقة من يقرأ إشارات متناقضة، من البنتاغون موقف، من الخارجية موقف، ومن الرئيس ترامب مواقف أخرى. أعتقد أن الرئيس بعد زيارته للمنطقة في الشهر الماضي يركز كثيرا على التأكد من أن الخليج بشكل عام، دول الخليج بشكل عام، تركز على إجراءات مكافحة الإرهاب، ومن الواضح لا تزال هناك هواجس بشأن تمويل الإرهاب والدعم للمجموعات المختلفة مثل حماس وأيضا الإخوان المسلمين، والتي هناك آراء متعددة بشأنها، وأيضا التأكد من أننا جميعا نتوافق ولدينا سياسات متشابهة قدر الإمكان. وأعتقد أن هذه الأزمة هو أي الرئيس ترامب يريد أن يراها تحل بسرعة، وهناك مشاعر قوية تم التعبير عنها، وأعتقد أن الكل يفهم ذلك الآن، وهناك رغبة للوحدة ما بين العرب وكي يكافحوا الإرهاب وداعش، وهذا يجب أن يكون واضحا حاليا. أعتقد أن البنتاغون ووزارة الخارجية يريدان التحرك إلى الأمام أيضا وحل هذه المشكلة والاستمرار في عملياتنا وحملتنا ضد الإرهاب في المنطقة. إذن أعتقد أن التحرك إلى الأمام يجب أن يصاحبه سياسة واضحة. سيد حميد قول شريفي، الاتهامات الموجهة إلى قطر أبرزها ما يتعلق بالعلاقة مع إيران أو بالتناغم مع السياسات الإيرانية في المنطقة. كيف تقرأ إيران هذه الأزمة القطرية مع دول خليجية، وهل ستستفيد منها بمحاولة أخذ قطر إلى جانبها تماما ضمن محاور ربما تنضم إليها تركيا، ضمن محور قد تنضم إليه تركيا في وقت لاحق؟ يعني نعلم بأن إيران كانت تتحدث بأن المملكة العربية السعودية تريد أن تهيمن على دول الخليج وتريد أن تفرض سياستها على دول أخرى في داخل المنطقة، وحتى قطر لما تحدثت بأن هناك بعض الدول يريدون أن يمسوا بسيادة قطر. هذا شيء واضح الذي نراه في الموقف الرسمي لحكومة قطر. ولكن بالنسبة لإيران، إيران لديها مصالح مشتركة مع قطر، هما لديهما أكبر حقل غاز في العالم، إثنهما يستخدمان هذا الحقل الغازي، وهناك كذلك تعاون اقتصادي، وكذلك هناك حالة تعاون أمني بين البلدين، وكذلك من بعد ما كانت السعودية والدول الحليفة لها سكرت الأبواب وسكرت الأجواء وسكرت الماء والغذاء على قطر، إيران أعلنت استعدادها لفتح موانئها لإرسال المواد الغذائية وكذلك أي شيء التي تحتاج إليها قطر. وفي المناسبة يجب أن نقول بأن ترامب لا يريد من المنطقة إلا صفقات اقتصادية، يعني الصفقة العسكرية التي أبرمها مع السعودية هل تعطي استقرارا أكثر للمنطقة أو يكون هناك
أكثر تزلزلا في داخل المنطقة. المليارديرات التي صرفتها الولايات المتحدة والسعودية على الأسلحة في المنطقة لم تزيد إلا إرهابا أكثر في داخل المنطقة، إذ هذه الأموال كانت تذهب إلى مشاريع للبنية التحتية للشعوب العربية المتواجدة في المنطقة. كان هناك ازدهار من الناحية العلمية اجتماعية اقتصادية، ولم كنا نشاهد هذه بوائر الإرهاب. الولايات المتحدة هي مسؤولة الرقم واحد في كثير من المشاكل في داخل المنطقة، في تأجيج مسائل ومشاكل المنطقة. ومن تغريدات ترامب الأولية حتى نشاهد هو يريد أن يكون هناك اختلاف بين الدول العربية بينهم. لهذا أعتقد بأن يجب على الدول العربية الاختلاف قائم قبل التغريدات، يعني حتى قبل إذا يكون هذه الاختلافات متواجدة، رئيس أمريكي يجب أن يأخذ قدما لكي لا تتسع هذه الاختلافات ولا يؤيد طرفا على طرف آخر. يعرض عليهم الاجتماع في البيت الأبيض، ما تعليقك السريع؟ صفقة لما لديها صفقة 100 مليار دولار يذهب إلى طرف السعودية، وهذا ليس صحيح بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية. سيد خالد بطرفي، السعودية يعني هناك إشارات اليوم أقل حدة ربما حيال قطر بإعطاء نوع من التطمينات أن الدول المقاطعة لا تريد تغيير النظام في قطر بل تريد تغيير السياسات هناك. وزير الخارجية الجبيري يصف قطر بالشقيقة، يقول أنها دولة شقيقة ولكن يتمنى عليها الاستجابة لمطالب وقف دعم الجماعات المتطرفة. هل ثمة التغيير في النبرة السعودية حيال قطر بعد دخول الرئيس ترامب على الخط بالاتصال مع أمير قطر، علما أن السعودية أمس كانت شعرت أن دعما كاملا تأخذه من الرئيس الأمريكي؟ هل الاتصال بأمير قطر من الرئيس ترامب شكل نوعا من الخيبة بين المزدوجين بالنسبة للسعودية؟ يعني وهل كانت السعودية تنظر إلى قطر غير دولة شقيقة في يوم من الأيام؟ 90 إلى 95% من سكان قطر الأصليين هم من أصول سعودية ومن قبائل سعودية. نحن يجمعنا حتى المذهب، هي يمكن الدولة الوحيدة التي مذهبها حنبلي مثلنا. قطر هي امتداد للسعودية والسعودية امتداد لقطر على مدى التاريخ، فلا ليس هذا شيئا جديدا أعلنه أو كشف عنه الجبير. ولم تقل دول الخليج في يوم من الأيام أنها تسعى لتغيير النظام، كان إصرارها منذ البداية كف الأذى، هذا هو العنوان الرئيسي. لا يمكن أن تكون صديقي وحليفي وجاري وفي نفس الوقت ترمي علي بالحجارة وتسلط علي شذاذ الآفاق في كل مكان، أو تدعم المعارضين مثل سعد الفقيه وغيره في لندن. طيب هو هنا السؤال ربما سيد بطرف، يعني السؤال عن عبارة دولة شقيقة في نفس يعني الوقت، يعني لما دولة شقيقة مع هذا النظام إذا كنتم مقتنعين أنها تريد الإخلال بالأمن الوطني حسب ما ورد في البيانات الرسمية السعودية وحتى الإماراتية، إذا كانت تدعم كل هذه التنظيمات التي تريد إسقاط الأنظمة في بلدانها، إذا كانت تدعم الإرهاب، وهذا أيضا كان من تصريحات رسمية أيضا، يعني كل هذا وهناك إشارات مغازلة، الدولة الشقيقة قطر لو سمحت أوقف الإرهاب.